يعني هما ما فيش اي امل ان هما يرجعوا في قرارهم ده؟ اكيد اكيد يا مستر شريف. مرسي، لو احتجت حاجه اكلمك. مع السلامه. كان لازم يعني اتسحب من لساني واتصل بالراجل ده. ايه ده كاميليا، انت بتعيطي؟ مالك حبيبتي؟ فصلوني من البنك يا بوبي. طب مفيش اي حد نقدر نكلمه؟ بوبي ارجوك، كفايه بقى تحرج نفسك، وفي الاخر كل الناس اللي كانوا بيخدموك بيتهربوا منك. انا ما بحبش اشوفك في الموقف ده. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اوصل للدرجه دي. انا اسف يا كاميليا على كل اللي عملته، لكن انا اسف على كل اللي ضيعته، وان انا مش قادر اعمل لك اي حاجه. بوبي، هو انا مش قلت لك قبل كده ان انا ما بحبش اسمعك تقول لي اسف دي؟ بعدين كل اللي حصل ده كان غصب عنك، وانا والله خلاص تعودت. طيب ممكن بقى تقومي نتغدى سوا؟ حاضر، روح انت وانا هحصرك على طول. زيزو، هو انت بتتفرج على التلفزيون وهو مقفول؟ فرحان في ايه يا زيزو؟ ياسمين، ايه اللي اخرك؟ مفيش، كنت قاعده مع نادين شويه بعد الدرس. ما انا قلت لك. نادين دي معاكي في المدرسه؟ اه بس هي في كلاس تاني، هي بس عشان مجموعتها اقرب مجموعه للبيت فالمستر خلاني معاها بس، ومن ساعتها واحنا اصحاب. تسال ليه بقى؟ لا مفيش، انا بقالي فتره بسمع اسمها، يعني رايحه لنادين، جايه من عند نادين، نادين بتتكلم في الموبايل كده يعني. ما تسيبك مني انا يا زيزو، انت ايه اللي مضايقك؟ شويه مشاكل في الشغل. مشاكل في الشغل ولا مشاكل في البيت اللي مامي سايباه؟ الموضوع ده مش عايز اتكلم فيه دلوقتي. طيب يا زيزو، انا مش هزن عليك بقى، بس لو عاوز تتكلم انا موجوده. شكلك عاملة مصيبة يا ياسمين. يعني المدة دي كلها مش عارفين تعثروا على حتة عربية لا راحت ولا جت، بس فالحين يوفط يوفط. الشرطة في خدمة الشعب، الشرطة في خدمة الشعب. يا عمي أبوس إيدك، أنت كل يوم تسمعني الكلمتين دول قبل ما أخش بيتنا، وكل مرة برد عليك بنفس الرد. الاسم عندنا مليان محاضر سرقة عربيات، البلد كلها عربياتها اتسرقت، وإحنا في الاسم بنعمل اللي نقدر عليه. وبعدين زي ما حضرتك ما قلت، الشرطة في خدمة الشعب، الشعب مش في خدمتك انت. ليه وانا من داعش؟ ما انا مش شعب. ايه ده، انت هنا يا حسام؟ جميلة، بدي التمام لعمي زي كل يوم. ازيك يا بابا؟ ازيك يا يوم بابا. طب ما تقعد تتعشى معانا. لا مفيش داعي، لحسن اقعد اكل ولا حاجة، يقولك سايب موضوع العربية وقاعد لي. انا عمي فاكرني بنام بالليل احلم بعربيتكم اللي اتسرقت. انا همشي احسن لي. سلام عليكم. مع السلامة. انا هتصل بيك بقى بعد ساعة كده عشان لو في جديد ولا حاجة تقول لي عليه. الله ونعم الوكيل. ايوه يا اختي، يعني انت قلتي لابوها ولا ما قلتلوش؟ خليك معايا شويه يا اخويا، بقول لك الراجل بيجو من شغلته الاولانيه يا دوب ياكل له لقمه ويروح على شغلته الثانيه، وصحته خلاص بقت في النازل. قول لي اكلمه امتى؟ ما احنا من يوم ما عرفناه وهو ظروفه زي الزفت، وهو راح اشتغل شغلانه ثانيه وبرده مش مكفي على سداد ديونه. زفت ايه بس؟ ده الخير والعز اللي انا كنت فيه ايام ما كنت بشتغل عندهم ما شفتهوش في حياتي ولا هشوفه ابدا. الكلام ده كان زمان لما كنت شغاله عنده، انما دلوقتي هو جوزك وعايش معاكي في شقتك، وكمان مش ملاحق على المصاريف. جينا بقى الوجع الدماغ. بقول لك ايه، فضها صيره، انا عملت كده عشان اسدد جزء من جمال الراجل عليا، ولا عايز نسيبه هو وبنته في الشارع؟ انا هشوف فرصه كده يكون رايق فيها واكلمه لك يا اخ. حلو حلو قوي. عايزك بقى تسمعي البق الجديد ده، اول ما يجي خش عليه وقولي له ان سي صبري اخوكي عنده استعداد يسدد اللي باقي من ديونه. وده ازاي ان شاء الله؟ ولا اوعى تكون فاكر القرشين اللي انت بحوشهم معايا هم دول الفلوس. انقل الكلام زي ما بقوله كده، وبلاش لوكلوك كتير. اهم حاجه ما تجيبيش سيره كاميليا دلوقتي خالص. قشطه.
بس كده يا ماما، ومن غير اي مقدمات لقيت نفسي بحبه. انت يا مفعوصه انت بتحبي؟ انا مش مفعوصه يا مامي. تعرف انا عندي كام سنه؟ انا الشهر الجاي ده هتم 14 سنه. 14 عفريت لما يعفرطوكي. استني الاول لما تخلصي دراستك وبعدين حبي زي ما انت عايزه. هو امال الدراسه بالحب بس يا ماما؟ وبعدين هو انا غلطانه يعني انا كده اقول لك؟ تمام ماشي، على العموم مش هقول لك هو مين. قولي، ما هي كملت. مدرس بقى عندنا في المدرسه ولا حد من الجيران؟ انا ماشيه يا ماما. اقعدي هنا. ما هي دي مش طريقه نقاش. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان انا مش ملزمه اقول لك اي حاجه. متشكرين قوي يا ستي ان انت تعطفتي وتكرمتي وهتقولي لي. ها بس انا قلت يعني اقول لك بدل ما اقول لحد غريب. قولي بقى. ماشي. نادر. ماله سي زفت؟ نعم. انت اتهبلتي يا ياسمين؟ يا مامي وطي صوتك شويه، انا قلت لك نطلع بره عشان جده ما يسمعناش، كده الشارع كله هيسمعنا. وانت فارق معاكي الشارع يسمعنا ولا ما يسمعناش؟ ما لقيتيش غير سي نادر ده اللي هو واخوكي نقر ونقير. ميرسي يا مامي، مش عايزه منك حاجه. قلب تحب. اهلا يا استاذ علي، واتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جاي بخصوص حفيدتي هنا عندكم ياسمين. اتفضلي حضرتك دلوقتي، اتفضل استريح حضرتك. ايه والله انت مجنون. مش هعرف اتلم عليك يعني. البيت عندك ممنوع. البيت عندي انصاف عاملالك حظر تجول، خصوصا انت. يبقى اعمل ايه؟ اجي في المكان اللي قابلتك فيه اول مره عشان عايزه اتقدم لك. تقدمي؟ تتقدم لي ازاي يعني؟ زي كل الناس، تحدديني ميعاد مع اخوكي واتقدم. صعبه دي؟ اخويا بقى هو المشكله. ليه؟ هو صحيح اخويا اصغر مني في السن، بس معتبر نفسه واصي عليا. فكره بقى ان انا احب واتجوز في السن ده شبه مستحيله. ايه لحظه، انت قلتي ايه من شويه؟ اخويا. لا سيبنا من اخوكي، انت قلتي ايه؟ احب واتجوز يعني موافقه؟ هو انا يعني ممكن اعمل يعني زي بقيه البنات واقول لك افكر وكده، بس اللي جاي من عمر مش زي اللي فات. والله لو باقي ليله واحده من عمر احب اقضيها معاك وكده يبقى اتعشت. قلقان عليها قوي يا نيفين، مش عارفه اعمل معاها ايه. دي انا شايفه انك مكبره الموضوع قوي يا جميله، ده سنها الطبيعي. انت لسه اول مره حبيتي، كان عندك كام سنه يا ستي؟ قدها ويمكن اصغر كمان، بس كنت بتكسف يعني، بحب بيني وبين نفسي، مش هقعد كده مع مامتي واحكي لها. يا جميله الجيل ده غيرنا، هو انا اللي هقول لك؟ خايفه عليها قوي. لا ما تخافيش، طالما اتكلمت معاكي تبقى تستحقي ثقتك، اوعي تفقدي ثقتها فيكي. دايما حسسيها انك صاحبتها وانها ممكن تحكي لك اي سر من اسرار حياتها، اوعي تخسري ده. ربنا يستر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبتي؟ في جواب لعبد العزيز جيم البنك. الله، انا مش فاهمه ليه البنك مصمم يبعت الجوابات على هنا مع ان عبد العزيز عدل عنوان المراسلات اكتر من مره. ما هو هنا زي هناك يا بنتي. ما تنسيش ان الشقه دي اللي انت اتجوزت فيها شقه ابوكي قبل ما يكون عندكم شقه تانية. ربنا يكرمكم. والله يا بابا شكلنا كده هنرجع تاني، ما حلتناش حاجه. بتقولي حاجه؟ لا مفيش، بفكر ارجع البيت. رجلي على رجلك، او تبقى حجه برضو عشان الين دماغ سكينه تيجي هنا تاني. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا جميله. ايه ده، انت ناويه ترجعي ولا ايه؟ صباح الخير يا سكينه. بابا بيقول لك صباح الخير يا ماما. ايه، انتوا متفقين انتوا الاثنين عليا ولا ايه؟ طب والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه، لا متفقين ولا حاجه. انا بصراحه تعبت قوي يا سكينة. انت اللي تعب نفسك يا عبد. طب انتي قولي لنا ايه يا ماما اللي يرضيكي وبابا هيعمله لك. اي طلب اطلبه هتنفذه يا عبد؟ طب جربيني كده. خلاص طلقني يا عبد. يوه ماما اطلبي حاجه تانية. اي طلب في الدنيا غير الطلاق يعني؟ ايوه، انت تأمري بس وانا هنفذ على طول. قوم روح يا عبد. شريف معلش، انا عارف ان انا بزن عليك كل يوم عشان موضوع الشهاده ده، بس غصب عني والله. ها جبتها؟ تتكلم جد؟ جبتها ازاي يا شريف؟ بجد مش عارف اشكرك واقول لك ايه يعني. انت ما تعرفش انا بقول عليك ايه من وراك صراحه يعني. الله يخلي لك بيتك يا شريف. ماشي
ماشي، هعدي عليك بكره في البنك ان شاء الله. يلا سلام سلام.